بالنسبة للبعثة في ألمانيا، نعم بالنسبة للغة، اللغة نفسها، إيش هي الصعوبات اللي ممكن يواجهها الطالب؟ يعني هل يحتاج يدرس من قبل يروح البعثة، ولا يروح البعثة ويدرسها هناك؟ إجابة سريعة، اللغة هي أقل المشاكل اللي حتواجهك أو تواجهك في جمهورية ألمانيا الاتحادية. يعني خلوني أجاوبكم سريع في دقيقة أو دقيقتين. في يوم من الأيام في عام 2006 أنا رحت عشان أتعلم اللغة الألمانية، وللأسف أنه أنا ما تنبهت، أو في الوقت هذاك ما كان في السعودية في معاهد للتدريس. الآن في معاهد، وهو أفضل معهد لتدريس اللغة الألمانية هو معهد جوتا، هو أحد المعاهد ويعتبر من أفضلها إن لم يكن أفضلها في جمهورية ألمانيا. جامعة الملك سعود في الرياض فيها، وجدة جامعة الملك عبد العزيز فيها، وفي معاهد خاصة، وفي السفارة الألمانية والقنصليات موجودة فيها مع تدريس اللغة الألمانية، في على الأقل في المدن الرئيسية الثلاثة اللي هي الرياض وجدة والخبر. في طبعا كورسات خاصة ممكن تسألوا عنها باختصار، اللي يدلكم عليها الملحقية الثقافية أو القنصلية أو السفارة. هذا بالنسبة للإجابة عشان لو تفرعنا شيء، لكن أبغى أقول لكم على حاجة. عموما في العلم، إذا حطيتي في بالك أو حطيت في بالك إنه في شيء صعب عمركم ما حتكملوا فيه، فكلمة الصعوبة رجاء 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 من أخ لكم، شيلوها. إذا مكتوبة في أي صفحة في قواميسكم شقوها وارموها. لا يوجد مستحيل، المستحيل هي عبارة عن مصطلح أنتم اخترعته، تمام؟ هناك يوجد فن الممكن. كلمة المستحيل يا شباب في أفضل تعريفاتها هو أنه الطريق ليس من هنا. كلامي واضح للجميع؟ أوكي؟ فكلمة صعب، ما في شيء اسمه صعب، في شيء اسمه علم الممكن، تمام؟ فن الممكن. شيء في شيء يجي من أول خطوة، وفي شيء يجي من 10 خطوة. لكن كلمة مستحيل، هذه المستحيل هذا في راسي وراسك وراسه. هذا شيء. أعطيكم مثال تجربة مرت فيها أنا. في عام 2006 فشلت في تعلم اللغة الألمانية لمعلوماتكم، وأنا أحمل 5 شهادات دكتوراه باللغة الألمانية، تمام؟ في يوم من الأيام وأنا أتعلم اللغة الألمانية، صحيت الصباح، صليت الفجر، خارج من المعهد، وقفت طبعاً كل ما يتعلق بالتخصص لأنه لازم أركز مدة سنة أو سنة ونص. فاللي حصل هو أنه صحيت الصباح فوجدت شابة إسبانية جميلة، بس وأنا عارف أنها عمية، واقفة في البرد وتنتظر الشخص اللي يجي يأخذها، يعني يدلها ويمشيها. المشوار بين السكن وبين المعهد 6 دقائق 7 دقائق مشي. بالنسبة لها هي تأخذها الوحدة، إذا هي بتمشي الوحدة تأخذ حوالي ساعة وربع. فأنا جيت عندها وقلت لها تسمحي لي أوصل لك؟ قالت لا، أنا منتظرة شخص. فأنا أعرف إن من حكم دراستها معانا في المركز إنها عمية مبصرة، وفعلا والله مش هي العمية، أنا اللي كنت أعمى. فقلت لها يعني بما أنه إحنا واقفين ممكن أسألك يعني ليش أنت بتتعلم اللغة الألمانية؟ قالت أنا أتكلم 6 لغات، بقي لي بس الألمانية. تحدثني اللغة الألمانية. قلت لها طيب أنت يعني إيش طبيعة عملك؟ قالت أنا طالبة، لكن أنا تعلمت 6 لغات، طبعا منها لغة مرة بسيطة اليابانية، تجيد كتابة وتحدثا وكل ما يتعلق باللانغويستكس في العالم. فبقيت عليها اللغة الألمانية، فهي بتكلمني وأنا بطالع، كنت بقول في نفسي مين الأعمى، هي ولا أنا؟ يعني بالله علشان ما فلحت أقول إيش اسمك وعد لين 100 بالألماني، حطربق الدنيا على راسي وما. فطلبت منها إنه أوصلها، قالت لي إذا لا، لكن حطت يدها في الساعة وقالت أنا تأخرت لازم أمشي الآن. فمشيت لوحدها، والله ما أخطأت ولا تكعبلت، يعني ما أخطأت في الطريق، ما صدمت في شيء، وأخذت ساعة وربع وأنا كنت ماشي وراها. في الساعة وربع هذه أنا استعرضت كل تاريخي، خرجت ووصلت ألمانيا كنت عامل أكثر من 5000 عملية، خارج وأنا كنت مخلص R4، مخلص وأنا عندي كاتب كتاب في تخصصي، عامل مالتي سنتريك ستادي، يعني عامل أشياء تشرف في تخصصي، مقدم ملخص السي في حقي كان 125 صفحة الملخص،
125 صفحة، ولذلك الريكومنديشنز صرت بشيل منها. وأنا ما أقول أنه أنا بكبر نفسي أمامكم، لا، ولكن السعيد من اتعظ بغيره. ولذلك كان لي الأحقية بين طلبة العالم أنه أنا أنافس على جامعات تحمل تاريخ أكثر من 550 سنة وفيها جائزتين نوبل. لما دخلت في السيستم وأخذت الريكومنديشنز من البلد هذه وأجدت اللغة الطبية، صرت أقدر ارتقيت درجة. وهذا هو العلم يا شباب، هو إنك ما تكسر رقبتك وتطالع في النهاية وانت قبل ما تبدأ، لا، أمشي سلم سلم حتصل إن شاء الله تعالى. ولذلك أنا أوصيكم جميع إنه تمشون خطوة خطوة. بعد بسنتين استطعت أني أنافس على جامعة هي الجامعة الأولى وفيها 26 جائزة نوبل، تمام؟ فهذه الأشياء، هذه هو يعني، أتمنى أني أكون أجبت الدكتورة بيان وأجبتكم وأضفت الشيء اللي أنا أشوفه مهم. تفضلوا.